انتم سيدي اول خدمه نقل سياره في العالم طاكسي بلا شيفور بلا حتى شي كل شيء اوتوماتيك كل شيء الكتريك تخدم بالطاقه المتجدده بالنسبه 100% هاي عيطات لها دابا على الابليكاسيون جات عندها وغتبدا عاوتاني في لوس انجلوس. او ماي جاد. هانتوما طاكسي محرك بلا شيفور بلا محزنون. هي تقول لها وقفات تقول لها دايره السمطه. غاتحرك. وهادي راها في الخدمه ديال الطاكسي وكاين حتى سميتو راه كيخدموا على الرموكات ديال السياقه يعني ذاتيه. يعني الرموك يبقى يدي السلعه يدي بلا شيفور بلا ما يحزنوا وحتى هاد الطاكسي ممكن مثلا تاوردري شي حاجه ولا تجيب لك يعني تسخرك سير تجيب لك تقدر لك شي حاجه تجيب لك شي حاجه الى اخره وممكن تهز هادي حتى لاربعه ديال الناس انتم كما تشوفوا السيده ما مستغربه ما متيقاش ان راه غدا في الطاكسي بلا شيفور بلا حتى شي حاجه صراحه تكنولوجيا عالم فريد هاي غادية بخير وعلى خير كونفور مرتاح And I have music that I can تشوف الرحلة ديالك الطابلو قدام بغيتي تشوف شي عطوك معلومات على الرحلة ديالك بغيتي تسمع شي موسيقى او تفرج في شي حاجة على ما توصل فين بغيتي تمشي بخير وعلى خير إذن إلا 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 مشاهد شي بعيد بيني وبينكم باي باي تاكسيات وشيافار وأوبر وليفت العالم الرياضي صافي كلشي غيولي روبوتيك انتما شفتو دابا اصلا الروبوتات كلشي كيخدموا الخدمين اللي كانوا كيديروهم كلشي باليد العامله